وهبدأ مع حضرتك سيادة النائب بعد إذنك. هو الحوار الوطني هتتكلموا عن إيه؟ يعني هنتكلم عن إيه ولا إيه؟ المهتمين بالاقتصاد هيقولوا كلمونا اقتصاد، والمهتمين بحرية الرأي كلمونا حرية الرأي. الحوار الوطني هيتكلم عن إيه؟ طبعا اولا برحب بصديقتي العزيزه سياده النائبه الاعلاميه دينا عبد الكريم، سياده النائب المحترم عماد الدين حسين، وبقول له الف مبروك طبعا على اختيار حضرتك، واختيار بجد مشرف للمجتمع ككل، وزميلتي العزيزه كمان النائبه اميره صابر في تنسيقيه شؤون الحياه مجلس الامناء. جميل الاسماء كلها واحنا بنقراها كده، الله، يعني بيقول انه اختيار موفق جدا، ما فيش حد. وكمان اكتر من ده كمان اختيار السيد المستشار الجليل محمود بفوزي ان هو يكون مسؤول رئيس، مش المنسق، منسق طبعا الصحفي المحترم ضياء رشوان، لكن سياده المستشار الجليل محمود بفوزي هو مدرسه في اداره ملفات الدوله. ولما هاخد من كلام حضرتك حاجة مهمة جدا الناس بتسأل عنها في الشارع، هو الحوار الوطني عن إيه؟ زي ما حضرتك كلمتي إن ناس كتير عايزة تتكلم اقتصاديا، في ناس تانية تتكلم سياسيا، في ناس تانية تتكلم اجتماعيا، فهو الحوار الوطني يعني شامل كل الملفات اللي بتهم كل مواطن مصري. بس دايما كانت الناس بتقول إيه فايدة الحوار الوطني؟ هل الحوار الوطني هيفيد فعلا؟ هل هيطلعوا بمخرجات معينة وتتحقق على أرض الواقع؟ تابعنا الفترة اللي فاتت كل القوى السياسية على صفحاتهم على التواصل الاجتماعي بيقولوا إيه لما راحوا واتقابلوا مع دكتورة رشا راغب رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وابتدوا يتكلموا عن ان هم كل حزب ليه رؤيه معينه كرؤيه سياسيه، وبرضو ايضا مؤسسات المجتمع المدني ليها رؤيه في تطوير المجتمع من خلال الجمعيات والمؤسسات الاهليه. فتخيلي حضرتك ان المعارضه وهي ممثله ايضا في مجلس امناء الحوار الوطني، فلما الحديث والحوار لما يحصل ما بين اطراف مختلفه اللي في الاخر هيقول ايه؟ المخرج ايه في الاخر عشان اقدر احقق على ارض الواقع. وده عشان اطمن الناس، ان عشان الناس كتير برضو لما بنقرا انا دايما ما بنشوفش الصوره الايجابيه، دايما اقعد ابص على الصوره اللي الناس بتقول ان بالظبط، او المعارضه كمان للموضوع اكتر. قالوا ان والله الحوار الوطني ازاي هتقعد اثنين او ثلاثه مختلفين سياسيا عن موضوع معين وهتحقق نتيجه وتطلع بورقه سياسات او ورقه مخرجات معينه تتحقق على ارض الواقع. التجربه اللي اثبتت نجاحها الحمد لله ان انا بتشرف ان موجود في كيان عظيم اسمه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. احنا على مدار الاربع سنين جمعنا 26 حزب سياسي. لا ده انتوا جمعتوا كل الاشكال والالوان والاطياف. ده حقيقي، من اقصى اليمين لاقصى اليسار. فتخيلي حضرتك الايديولوجيات المختلفه دي قعدنا على مائده واحده عشان نقدر نطلع ورقه سياسات. واشتغلتوا كفريق؟ كفريق عمل داخل غرفتي المجلس، سواء في البرلمان او في مجلس الشيوخ. وابتدينا نقول احنا الغرض الرئيسي من المعارضه ان المعارضه تبقى بناءه، ان انت تقول لي انت معارض ليه، فانا احترم وجهه نظر حضرتك وحضرتك تحترم وجهه نظري، ونحقق الاثنين ده على ارض الواقع مع بعض. فحتى في يعني الفتره اللي فاتت عملنا جلسات حوار مجتمعي كتيره جدا مع شباب الجامعات عشان برضو نوضح للناس ان الموضوع يعني حوار وطني. وانتوا كشباب لما تقدموا الورقه على الويب سايت بتاع الاكاديميه الوطنيه قولوا رايكم، قولوا اقتراحاتكم. احنا ما شاء الله ما يقرب، وده اللي هيكلمنا بالتفصيل عنه اكتر عماد بيه، ان اكتر من 100 ألف طلب ومقترح اتقدم للاكاديميه الوطنيه.